Welcome back to my channel. انا اسمي هدير. لو دي اول مره تتفرجوا عليا وده اليوتيوب شانل بتاعتي, بنتكلم هنا عن الفاشن والبيوتي والبادي بوزيتيفيتي. والنهارده هنتكلم عن 10 tips او 10 نصايح نقدر نستخدمهم لو احنا بنعمل شوبينج لهدوم او الفاشن واحنا مليانين شويه او بلس سايز او تخين, whatever we wanna call it, it's just words. So if you wanna know 10 tips to shop when you're plus size, please keep watching. So أول حاجة, use good underwear and shapewear. دي تقريبا تيب غيرت حياتي. يعني أنا في الأول كنت بلبس مقاس البرا غلط, كنت بلبس الباند واسعة قوي عليا والكاب صغير, فعلى طول كانت المسائل مش متظبطة, ودايما كنت بلبس underwear برضو كان مش مناسب خالص لجسمي. اللي عرفته بقى ان فيكتوريا سيكريت, ممكن لو عايزين تعرفوا الكاب سايز والباند سايز بتاعكم ممكن تروحوا لفيكتوريا سيكريت وهيقولوا لكم مقاساتكم. للاسف اكبر مقاس في فيكتوريا سيكريت هو 38 triple D. طبعا في ناس بتعدي 38 triple D ودي حاجه طبيعيه جدا. في حاجه في مصر اسمها هونك مولر, ده بيسيرف سايزز اكبر. معرفش لو هما بيعملوا موضوع السايزنج ولا لا, ممكن نروح ونسال عادي. اكيد الناس اللي هتبقى هناك هتبقى عارفه اكتر لان هما عندهم اكسبيرينس اكتر في موضوع الاندروير. تاني حاجه مهمه قوي برضو الاندروويرز اللي هي او الشيب وير عامه. كيم كارداشيان لسه منزله نيو لاين اسمه سكينز, بس طبعا احنا مش هنشتري من كيم كارداشيان عشان هو اكيد مش افيلبل في مصر وغالي شويه. في حاجات حلوه قوي على فكره في كارينا, في حاجه اسمها سيلفي كمان. الحاجات دي اللي هي بتبقى زي الشورتس والفول بادي سوت. يا جماعه احنا مش بنقول ان احنا بنلبس شيب وير عشان احنا عايزين نبان اخس ولا ارفع ولا اي حاجه من الكلام دوت. I'm very proud of my curves. I don't have a problem. I love myself at any size, whether I'm fat or thin or slim or whatever. I don't care. في حاجه مهمه قوي كمان, ان احنا ممكن نكتشف بقى قسم الرجاله. انا الموضوع ده استامبلد ابونت يعني بطريقه مضحكه شويه. انا عندي اخ هو اصغر مني بس هو طويل قوي وهي used to play basketball وبتاع, فهو he's a bit of a big guy. انا basically كنت ساعات بقول اشوف مثلا قميص او كده الاقيه بيجي على قدي وتلاقيه واسع شويه وشكله حلو وبتاع, فكنت باخد منه قمصان وكنت باخد منه جواكت الجلد والبليزرز والحاجات ديت. it was really nice. طبعا ابتدى يتخانق معايا, فعملت مره حركه لذيذه قوي ان انا خدت قميصه ورحت المحل بتاع بدل, كنت عايزه اجيب اوفر سايزد وايت شيرت, فقلت له انا عايزه قميص مقاس الشخص دوت ابيض, فالراجل جابهولي ولبسته كان شكله حلو جدا. بدخل كمان مثلا جاكيت جينز مثلا, هوريكم برده هنا عندي جاكيت جينز كده بحبه قوي بلبسه في كل حته, ده كان مانز وير. اي ثينك كان اكس لارج او دبل اكس لارج. اللي لاحظته ان الاكس لارج والدبل اكس لارج والحاجات ديت بتاعه المن بتبقى اكبر من الاكس لارج والدبل اكس لارج بتاع الومن. معرفش تالت بوينت دي مهمه قوي ليه, لان في ناس كتير قوي بتقلق, ايه ده انا بلس سايز مش عارف اجيب اونلاين شوبينج, طب الحاجه طلعت صغيره عليا. اول حاجه لازم انت تعرفي مقاساتك من البلد اللي انت تشتري منها. الموضوع ده حلو قوي ليه, لان انا لازم تقيسي مثلا البست اللي هو دوران الصدر كله والويست اللي هو دوران الويست كله والهيبس اللي هو دوران الهانش من اعلى حته عندك في الهانش. الاونلاين شوبينج منين؟ هنا في طبعا جروبس كتير وفي فيسبوك بيجز كتير. انا جربت 365 دريسز, هم عندهم بلس سايز سيكشن ممكن تشتري منه. اشتريت منهم قبل كده سكيرت كانت حلوه قوي, هي جت متاخره شويه بس هي كانت حلوه قوي. اوسو شوبن جوميا, يو جايز اوريدي نو انا بشتغل هناك, بس اوسو شوبن جوميا جلوبال. في براندات كتير قوي حلوه قوي بلس سايز من هناك, في بوهو, في شارلوت روس, في فوريفر 21, في زافول, في شي ان. هو الكاتيجورايزيشن ممكن يبقى صعب شويه, ممكن تدخلي تكتبي شي ان بلس, بوهو بلس, فوريفر 21 بلس, او فايفر اسم البراند ايه بلس, وهيطلع لك بقى كل الكولكشنز بتاعتك. اوكي, البوينت الرابعه هي تراي الستورز اللي فيها بلس سايز سيكشنز في مصر, هم قليلين قوي 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 وبجد البلس سايز سيكشنز ار لايك فاني عندنا في مصر. H&M بالنسبه لي البلاي سايز سيكشن بتاعه مضحك جدا, بس مثلا ديبنهامز, وانا بحب ديبنهامز جدا, ديبنهامز في براندز اصلا فاتحه جواه اللي هي زي رادرينج او رادرينج حاجه كده, ممكن احط اسمه برده في الديسكربشن. جبت منه الدرس دوت, ده كان دريس سواري. عندهم مقاسات كبيره قوي لحد خمسينات. جبت منه برده حاجه ايفي بارك. ايفي بارك فيه حاجات بلس سايز, كنت جايبه شورتس وكنت جايبه هوديز وكنت جايبه اوفر سايز تي شيرت, وهي يعني I think they reached 3 or 4 XL which was very nice for me. American Eagle, انا ازاي نسيت American Eagle, ده انا اشتريت من حاجات كتير قوي. American Eagle الجينز فيه بيوصل لحد مقاس 20 او 22, I'm not really sure. وكمان التوبس بتوصل لحد اكس لارج ودبل اكس لارج ستريت سايز ستاف.
حاجات بتوصل للاكس لارج وحاجات بتوصل لمقاس 16 اللي هو ممكن حابه يعني ندخل فيه. انا مثلا الدرس ده برضو انا مقاسي 18 بس الدرس ده 16 فاللي هو قشطه يعني كان ممكن ادخل فيه شويه. انا معظم الوقت معرفش ليه التوبس من فوق ممكن اجيبها من اي ستريت سايز يعني H&M وبرشكا وتوب شوب والحاجات ديت اكس لارج ولارج بيمشوا معايا شويه. لا اكس لارج ولارج يعني فيمينين مثلا في حاجات بتوصل لاكس لارج وهو في حاجات حلوه برضو ممكن اوريكم. هنا انا جبت الجاكيت الطويل دوت من فيمينين وبصراحه ناسبني في حياتي في حاجات كتير قوي. ات واز ريلي نايس. كويز مثلا حاجه زي الدرس دوت برضو اجان من كويز يعني المقاس ده 46. انا في طبيعي لو انا 18 هيبقى مقاسي 48 بس يعني I kind of squeezed into it وكان حلو. يعني حاجه تانية ممكن نجربها ان احنا ناخد حاجات تبقى المفروض اوفر سايزد وناخدها نشتريها. انا مثلا عندي توب دوت هو ده مش توب ده حاجه زي سويتشيرت كده من زارا المفروض ان هو مقاسه لارج والمفروض ان هو يبقى فريكين اوفر سايز. انا حاسه اصلا ان هو المفروض يبقى دريس. الاوفر سايز بليزرز ممكن نجيبها ويبقى شكلها حلو برضو علينا بس هي ما تبقاش اوفر سايز نو بروبليمو. يعني ليتس نمشي اليوم معانا يلا نمشي اليوم مع بعض. حاجه برضو بجربها كتير قوي في المحلات اللي ما فيهاش بلس سايز هي ان انا اجيب الحاجات اللي الستريتشي ماتيريال بتاعتها اللي هي بتبقى بادي كون شويه. الدرس ده مثلا انا كنت جايباه من H&M ده كان اكس لارج وكان ستريتشي قوي وكان حلو معايا فجبته وعجبني قوي. الدرس برضو بتاع كويز اللي انا كنت موريه من شويه ده برضو كان ستريتشي فعشان كده يعني جه على قدي. الحاجه اللي ما بتروحش وتيجي معانا صعب شويه ان احنا ندخل فيها مش عايزين برضو ان احنا نقطعها فنضطر نشتريها. خدوا بالكم من الموضوع ده يا جماعه. اليوجا بانس والحاجات دي بجيبها من سبلاش تبقى مقاسها اكس لارج وعادي ستريتش كول بس خدوا بالكم في الموضوع ده ممكن نتاكد بس ان الماتيريال مش شفافه. If you want to wear something transparent do you girl and be confident. لو اللايتنج بتاع الفيتنج روم مش واضح ممكن تشغلوا الفلاش بتاع موبايلكم وتشوفوا لو هي شفافه ولا لا. I feel like we're sort of stuck على البراندات اللي هو من اول ما مصر دخل فيها البراندات ممكن نقول من نص الالفينات فجاه بقينا كلنا عايزين نشتري جاب وزارا وبرشكا وبولنبير. يا جماعه يلا نروح الاولد سكول مولز. يعني انا شخصيا عشان ساكنه في المعادي بروح جراند مول مثلا بشتري حاجات بنبسط جدا بيها من المحلات اللي ما فيهاش براندز اللي هي بتبقى ميد ان ايجيبت. على فكره الديزاينز حلوه قوي اجان هوريكم حاجات انا اشتريتها من محلات مصريه. القالب بتاعنا بيبقى اوسع. يعني انا مثلا من كلو جبت جينز كان مقاسه تقريبا 48 ده هو مقاسي 48 ده ما بلاقيهوش خالص في زارا. لك احنا بنقفل السايز بتاعنا 42 طب ليه يا جماعه احنا بلد المحشي. حاجه مهمه برده كمان احنا ناسينها تيلرنج. احنا تيلرنج من ناحيتين. اول حاجه انا مثلا بيبقى عاجبني ديزاين وعاجبني مش عارفه اعمل ايه ومش لاقيه مقاسي بروح للتيلر بجيب القماشه اللي انا عايزاها اللي بتناسب جسمي اللي بتناسب شكلي اللي بحبها عليا وبروح بعملها عند التيلر. طبعا بتبقى متظبطه جدا على جسمي لان هو بيعمل بروفا واثنين وثلاثه فالموضوع بيبقى حلو يعني. وحاجه تانية كمان انت مثلا تجيبي حاجه وانا مثلا عندي مشكله دي في حياتي انا دايما البنطلون الوسط بتاعه بيبقى اوسع من الاس علشان دي طبيعه جسمي. I have an hourglass figure فانا دايما بروح اضيق وسط البنطلون علشان ما اقعدش اشد فيه طول ما انا قاعده. اخر حاجه ممكن اقولها لكم ودي اهم حاجه بصراحه بي كونفيدنت. انا عارفه ان هي كليشيه وخلي عندك ثقه في نفسك ماشي اوكي I understand we've heard this million times. وانا صغيره برضو لو عندي صور ممكن اوريها هنا حسنا انا في برنامج قوي we have a clip. كنت بلبس اسود تقريبا بس طبعا it doesn't help my case ان انا لابسه اسود النهارده بس يعني انتوا بتشوفوا الفيديو بتاعتي انا بلبس الوان كتير. كنت بلبس اسود بس وكنت مكسوفه قوي اللي هو لا الاسود ده دايما بيخسسني ومعرفش ايه. بلبس دايما ما البسش سترايبس بالعرض مثلا ما البسش حاجه كولرفل ابقى مثلا خايفه البس حاجه ضيقه لا كرشي لا معرفش ايه لا وسطي فككوا والله يا جماعه والله العظيم. I hope ان انتوا كنتوا اتعلمتوا حاجه من الفيديو دوت و I hope ان انا فعلا اكون فدتكم. لو عجبكم الفيديو ادوني thumbs up وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في اليوتيوب شانل بتاعتي اللي احنا فيها دلوقتي ديت. وبرده كمان ما تنسوش تسيبوا لي كومنتس لو تعرفوا اي ستورز فيها بلس سايز او فيها حاجات ممكن تناسب حد يكون مليان. كمان ما تنسوش ان انتوا تسيبوا لي كومنتس وتقولوا لي لو عندكم افكار فيديو ثانيه عايزين تسمعوها مني لو عايزين تسالوني على اي حاجه. واشوفكم الفيديو جاي باي. Bye.